مساء الخير أعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم في لقاء جديد. بقول لكم سر، كان سر هو صراحة، لكن أنا عزمت أبطل جربة. الأسبوع اللي فات كل حلقاتي كانت تسجيل وكلها كانت تمثيل، كنت أقول شكرا أخوي إبداح وتفضل يا اختي نوال وتفضل اخوي ثامر خرطي. انا هذه كل الحلقات الاسبوع اللي فات تسجيل، حتى الضيوف مثلوا انه هو الجو ليل بس احنا مسجلين بالنهار. طيب انا ليه وكنا حاطين مباشر يعني. شفتوا الاعلام شلون ممكن يحرف الامور؟ انا الاسبوع اللي فات ما كنت في الكويت. سجلت 4 حلقات المصورين معاي وحتى المصورين مثلوا انهم لايف. ليش قلت هذا؟ قعدت الصبح اليوم من النوم اقرا الجرايد، اول ما اصحى من النوم اقرا الجرايد بعد الزقاره رقم 12 اقرا جريده الشاهد اول شيء. لا والله عشان اكون حقاني اقرا جريده الجريده اول شيء الصفحه الاخيره، احب اقرا حق غانم النجار او الدكتور ناجي سعود الزيت وساعات نجم عبد الكريم او الشاعر اللي على اليسار اللي هو وضاح نشمي مهنة، وثم اقرأ الشاهد. ففتحت الشاهد ولا الشيخ صباح المحمد رئيس المؤسسة الإعلامية مع الرئيس السوري بشار الأسد. قريت احنا متفقين يعني، انا قايلين لي هذا سر شلون كذي؟ فقررت اني ابطل جربه. الاسبوع اللي فات كان كله تسجيل، انا كنت في سوريا مع الوفد المرافق للشيخ صباح المحمد. واول شيء احب اقوله يعني انا يعني ان شاء الله ما تحسب نفاق، وهو يعرف والمحيطين فيني يعرفون ان انا ان شاء الله بعيد عن النفاق. الصفحه الاولى في الشاهد اليوم كانت يعني عمل صحفي عالي جدا روائي ينم عن تجربة جيدة خاضها الشيخ صباح في مجال الإعلام، فتمكن من أدواته في كتابة المادة. زين، أنا كنت في سوريا وأقسم بالله العظيم أول ما رجعت من سوريا عندي في البيت مكان أنا قاعد فيه أشوف فيه التلفزيون الخاص مالي، أول شيء سويته لغيت قناة العربية والحدث والجزيرة والجزيرة مباشر سكاي نيوز، وبعد في قناتين لغيتهم من الرسيفر. ليش؟ أنا رجل قضيت معظم مراهقتي في سوريا مع والدي ووالدتي وإخواني وخواتي، كنا نروح هناك كل صيفية نقعد شهر وشهرين. وآخر مرة رحت سوريا يعني وأنا شاب أو كبير في العمر، صار ما صار في سوريا دخلت سوريا، ولا ما زالت هذه الصبية الجميلة وأنا مع اللي يسوق السيارة أسأله هني صارت حرب؟ لا. هني صارت حرب؟ لا. هني أحد؟ لا. قلت يمكن مدخلينا من مكان كذي، لكن قضيت أحلى 4 أيام والله، أحلى من سفرتي لندن، أحلى من باريس، أجمل من بيروت، أجمل من القاهرة، أجمل من دبي، أجمل من ميلانو. بالنسبة لي كانت 4 أيام عشت فيها صباي طفولتي، تذكرت كل شيء. أقول لكم شلون شفت سوريا. رحت الحميدية، سوق الحميدية الناس شغالة تبيع وتشتري. دخلت شارع البزورات، طلعت من شارع الجزماتي على ما هي عليه، دشيت مطعم المنشية في الشرطن، كلت أحلى أكل وهدوء وناس وزحمة. يعني لما جيت المطعم قال لي أيام الأسبوع قال لي زحمة لازم حجز طاولة. حياة مفعمة، مريت الشرطن، مريت المريديان، الفور سيزن على ما هم عليه. احتكيت في معظم طبقات الشعب السوري هناك، ناس عايشة مرتاحة مهتنية مشايلة هم.
رحت حمام الرفاعي وفركني وناجي هناك وشي عشت الحياة. أزيدكم من الشعر بيت، رحت السيدة زينب هناك يسمونها الست زينب سلام الله عليها، رحت وكنت مرتبك صراحة، قلت هذه بريف الشام أخاف هناك الكتلة على قولتهم، ماكو شيء. الله يحيي الزوار، الله يحيي الزوار. مريت دشيت صليت لي ركعتين طلبت الله، طلعت في أزقة السيدة زينب لقيت نفسه اللي بيع الباجلة والفلافل والشاي واللي 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 شوي الكباب، ناس عايشة هدوء مو طبيعي وأمان فاق عقلي. أنا قصوا علي الجزيرة، أنا ضحكت علي العربية والحدث، أنا سكاي نيوز غشتني، هذا وأنا منو؟ عند روحي أنا إعلامي وراسي هالكبرى أقرأ كتب وأستشرف المستقبل، خرطي بخرطي. فأنا لا ألوم المتلقي البسيط، إذا إحنا نغشينا واحد يقول لي بس يمكن مكان ثاني، أي مكان ثاني؟ ما خليت مكان في سوريا ما رحت له، رحت داود إخوان، إيه بغلاوة، إيه ورباط، إيه دنيا، حياة أخرى جميلة جدا هي دمشق العريقة، هي أزقتها الرائعة، ناسها الطيبين. نعم تأثر البعض لكن تصالحوا مع نفسهم. والله يعني والله ما احتجنا لأمن، أو أنا أتكلم عن نفسي ما احتج، الحافظ الله في كل مكان. فكانت هذه رحلتي الأسبوع اللي فات، ما هيضني أني أقولها، أنا كنت ممنوع أني أحكي، لكن دام الشيخ صباح لمحمد حط لقاء في الصفحة الأولى فرأيت أن أبرز مكنون في صدري عجبني، وقاعد أفكر جديا يعني نصيد إخواننا الشيعة نسوي لنا حملة، هم نطلع فلوسها وناخذ أجر، شيء 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 عجيب يعني، نسوي لنا بعد سفريات ثانية نوديهم بلودان وجبل غاسيون والزبداني شيء. أدعوكم لزيارتها لتكتشفوا كيف أن الإعلام يمارس، ما بيهدم جمال ما قلته عن سوريا بحسابات إعلامية ما تعرف الله. IT شكرا.